ناخذ اتصال جديد. الو. الو. بونجور. الو بونجور، كيفك؟ ماشي الحال، اهلا وسهلا فيك حبيبي، مين معنا؟ انا بس حبيت اقول لجنى اكلتك كثير طيبين. انت دقتهم من الريحة وصلت لعندك. انا مرة بطبخ، انا مرة بطبخ على اللايف. بتطبخي على اللايف؟ عم تضربي علي ومش عارف. انا تلميذتك يا شيف. انا على اللايف بس على الجديد وتلفزيون لبنان، انا ما بطبخ على التيك توك. لا نحن دايما متابعين اكلاتها، اطيب اكل من ايد جنى. والله والله شفتي شو هالجنى سوا مع بعضه. شايف؟ بدنا نطلب منك تسمعنا من التليفون وتوطي التلفزيون. نفسي زمان نقول هالجمله وحياة الله من انا وصغير. قوليها بليز. الهوا الك. قوليها بليز. وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. ايه خلص وطينا صوت التلفزيون. شكرا كثير. لك شو ناعم، لك شو ناعم. عم بيسلم عليك انت له هيك شو ناعم يا عم. والله شو نفسي اقول عن جد. عم بسلم عليك واشتقنا لاكلاتك. خلي لي قلبك. بعد مره. قوليها وطي التلفزيون. بليز. وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. سكر الخط. تربحي معنا جنى صرتي. برافو. شو هيدا يا شيف؟ شو هيدا؟ شو هيدا يا شيف؟ غير شكل غير شكل. شو هيدا يا شيف؟ شفتي؟ بتحبي تيك توك أكثر أو التلفزيون؟ تي في؟ لكن خلص. نحجيبك لعندي خلص. اكيد يعني اعمل لك برنامج. اعمل برنامج انا وياكي سوا من عيوني. يلا شوف يا هون. يي يي شو عم يعملوا؟ شو حلوين. شو هيدا؟ جاكوزي. هذا جاكوزي. بالجاكوزي. طيب خبرينا، ما زال هالقد شاطره وعم تطبخي اوقات؟ نعم. على التيك توك ما مفترض اجوا فجاه رفيقك لعندي منشئين اللي جمعوا 4-5. نعم. شو بتعملي لهم؟ اللي هي اسرع شيء هي الباستا. اسرع شيء باستا. بنعمل باستا صوص بلانش، بنعمل باستا شو اسمها هيدي الصوص بني عربياتا. عربياتا؟ والله مانيك هويني. ايه يا عم فتت على عربياتا. قلك تلميذتك. انا فتت على عربياتا. مانيك هويني. طيب لنفترض واحد ما بتحبيه كثير. نعم. التيك توكر بيزعجي. نعم. بتعملي له هيك اكله بتأزمي وبتعملي له اكله فيها حر كثير، شو بتعملي؟ اي واحد حر؟ ايه لك في اكله افريقيه. كيمو شو؟ في جبته معي كيمو ضعيف انا. لا كثير طيب. لا بلا لا بلا بلا بدك محامي؟ بس عيونك حرام حرام. لا 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 ماشي الحال خلص. ما عم ببكي انا منيحه. برافو عليك. انا منيحه. يلا ما خبرتينا. ايه مين؟ ايه بقى في اذا اكله بدنا سبايسي كثير. نعم. في اكله افريقيه مره اجت رفيقتها لماما عملتها عنا اسمها هي مثل الدجاج. فيها فستق كثير بقلبها. ولك هي هي. شو اسمها؟ ولك هي هي. شو اسمها؟ اسمها على راس لساني. اسمها على راس لساني. لحظة. لك شو هي؟ يا يا راحت عن هيدا. بس هو الدجاج بينسلق بزبدة الفستق مع البيمة مع ال مع كمان حر افريقي، وبتتاكل مع فوفو وبتتاكل مع على وقت. هي عملتها مع رز لانه نحن ما بنتقبل الفوفو كلبنانيين. يلا رح نيجي لهون وما نشتغل هونيك. رح ننقل هلا هون طفينا النار. بدي اجي جيبي هيدي اعملي معروف. هيدا؟ ايه يلا حطيها هون مع الزبده. نتفضل. حطيت انا شويه زبده. حلو. ها حرق قيس الفستق. هيدي للرز اللي هو مع الكاري. هيدي للرز مع الكاري. يعني نبلش فيه لي لانه هون ليديز بالجاكوزي اللي بيخلص. نعم. يلا ومنحرك. حركي. وهل شربت العدس هون عم تغلي. ننوس النار شوي عليها. وهون عندنا رز بحليب بالتحريك.